تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليهم اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم بكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست. وأسألك باسمك الطاهر المطهر. وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك. وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك. وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم. وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي من أحد منه أحد. يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له. إن قطع الرجاء إلا منك نجني مما أنا فيه وأعني على ما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكرفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم أقبل بقلبي إلى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني أن أزل واهدني أن أضل.
اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان وعمله. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم وما ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا الخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة ولجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا قوني على الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللهم إني أعوذ بك من أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني وأعوذ بك من كل أمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ينسيني وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم وأعوذ بك من موت الغم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً.